وزيارة الظريف إلى العراق بعد جولة من المفاوضات في بغداد بين السعودية وإيران في نسخة أمنية قيل عنها أنها كانت ناجحة. سؤالي هنا أستاذ أحمد، هل ظريف اليوم يتعامل مع العراق بإيران الدولة وقد انتهى وفشل خط إيران الثورة؟ نعم، بدأ تحياتي لك أستاذ نجم مرة أخرى. الإيرانيين عندهم من الدهاء السياسي الكبير الحقيقة، وعبر التاريخ حتى فقط للمعلومة يعني الأنظمة الثلاثة في القرن الأخير التي حكمت من القاجاريين إلى الفهلويين ثم الخمينية يختلفوا عن باقي الشعوب الحقيقة. هم لا يأكلوا دولتهم بالرغم من أنه حالة التطرف اللي يعني يعيشها النظام الإيراني الحالي خربت الدول، ولكن لا زالت الدولة في إيران في معالمها، أقصد بناها التحتية ووجودها يعني كدولة كوحدة جغرافية مجتمعية لا زالت قائمة. ولذلك عندما يستشعر الخطر بعد 40 عام كما يحصل عادة في أي حكم حصل في إيران، يعرفوا أنه أجيال إيران، شباب إيران، شعب إيران يريد التغيير، فلذلك يحاولوا أن يدعموا خط الدولة. وهذا مفهوم الحقيقة احنا أطلقناه منذ 10 سنوات. إيران الثورة لم تعد كما كانت أيام الخميني بحسها الروحي وغياب وعي المجتمعات الحقيقة وتعزيز مفهوم الطائفية. نعم. طبعا ليس فقط من إيران، وإنما أكو دول أيضا عربية للأسف عملت تنظيمات متطرفة محسوبة على المذهب السني عززت هذا المفهوم، ولكن هم في آخر المطاف يلتقون تحت مظلة واحدة اللي هي مظلة الإخوان المسلمين. يعني حتى علي خامنئي لا ينكر الحقيقة استئثار بأفكار سيد قطب وحسن البنا وما شابه ذلك، وهي حقائق هو يذكرها. أقول اليوم إيران تعرف أنه ما كانت تراهن عليه قضيتين أساسية، هو التغيير اللي حصل في أمريكا، أقصد الإدارة الحالية كانت تراهن على اعتبار هذه الإدارة سوف تقوم فورا برفع العقوبات وهذا لن يحصل. والثاني الحقيقة أنه تستطيع قواها الظلامية في المنطقة، وأقصد هنا الميليشيات القاتلة الناهبة السالبة العبثية، أن تركع الشعوب ومنهم شعب العراق ومنهم شباب تشرين اللي أفزعوا الحقيقة يعني كل السلاطين في طهران، أفزعهم أكثر من مرة، أنا كررت هذا أكثر مما لم تفزح أفزعتهم بوارج وصواريخ أمريكا وطائراتها. ما حصل في العراق منذ عام 2019 وحضرتك مواكب ونحن مواكبين، الكل كان يعتقد أنه ثورة تشرين هي ثورة أيام أو أسابيع. ثورة تشرين أستاذ نجم أصبحت مدرسة ومنهج لكل الأحرار ولكل الرافضين، ولذلك اليوم الرفض تحول إلى معارضة، ومعارضة حقيقية لها أسس ولها نعم ولها تبنيات ولها وجود على الأرض، ليس كما تقوم بعض الفعاليات السياسية وكذا بإنشاء مواقع وهمية وما شابه ذلك. هذه حقيقة موجودة على الأرض منظمة بشكل دقيق، وتنظيمها ليس حزبي أو عقائدي، هي تنظيمها مجرد ينقل العمل الاحتجاجي. نعم، حتى نبقى في هذه في هذا الاسترسال، يعني أنت تثير في داخلي أسئلة كثيرة. في مقدمة هذه الأسئلة، هل تعتقد